في صباح الخير يا بحرين. سعادة النائب غازي الأرحمة عضو مجلس النواب وأيضا عضو لجنة الصداقة البحرينية السعودية. سعادة النائب غازي أهلا ومرحبا بك، ويعني أكيد هذا التعاون يعني يسعدنا ويؤكد على عمق العلاقات ما بين البلدين الشقيقين. صبحكم الله بالخير ويعطيكم العافية على هاي التغطية العزيزة والمتابعة للحراك البرلماني. أهلا وسهلا سعادة النائب، لو تحدثنا عن أهداف هذه الزيارة البرلمانية وعن طبيعة البرامج المعدة لها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا شك أن هاي الزيارة تعتبر من أهم الزيارات اللي نتم فيها إحنا في مجلس النواب بشكل عام. نعم، ومجلس النواب يرحب بكل وفود البرلمانية لزور مملكة البحرين من كل أقطار العالم. نعم، ومن كل البرلمانات أيضا في جميع الدول. لكن هاي الزيارة يعني تكتسب ميزة خاصة لأنها أول شيء تجي من الجارة الصديقة الشقيقة الكبرى. نعم، وهي المملكة العربية السعودية، وبلا شك لأن الجميع يعرف مقدار الروابط الكبيرة اللي تربط بين البحرين شقيقتها المملكة العربية السعودية. إذا تكلمنا على قيادة البلدين الشقيقين والشعب والشعوب أيضا، من هالمنطلق احنا في مجلس النواب نعطي أهمية خاصة جدا لهذه الزيارة التي تهدف إلى ترسيخ العلاقات البرلمانية والسياسية والدبلوماسية بين الشقيقتين. هناك راح يكون في تبادل من الخبرات والتجارب بين المجلسين، له من شأنه أن يطور من العمل البرلماني والتشريعي. نعم، والرقابي في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. نعم، أكيد لكل لقاء ويعني زيارة على هذا المستوى لابد أن تكون هناك يعني نقاط مشتركة، توافقات مشتركة يعني يتم طرحها، وإن شاء الله ما في أي نقاط مختلف عليها فيما بيننا كدولتين شقيقتين. ولكن يعني جرت العادة يعني هكذا لقاءات لابد أن تكون هناك نقاط ويعني عناصر مشتركة يتم الحديث حولها، ماذا بشأنها؟ تفضل. هناك في بالنسبة للنقاط اللي راح نناقشها إن شاء الله، وقع هناك في الكثير من النقاط اللي راح يتم طرحها على طاولة الاجتماعات الثنائية بين رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له ومجلس نواب البحريني. أتوقع من أهم هاي النقاط التي ستفرض نفسها في طاولة المباحثات الثنائية بين المجلسين هو موضوع التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وتعرفون أن هناك الكثير من التحديات والتهديدات التي تواجه مملكة البحرين بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام. هذه التهديدات يعني راح تفرض علينا المزيد من توحيد الجهود الأمنية من أجل مواجهتها بكل حكمة وصرامة وحزم. وفي أيضا هناك راح تكون أيضا لقاءات تنسيقية بين برلمانات دول المنطقة وتواصل دائم بين البرلمانين البرلمانيين والشوريين من أجل أن يكون هناك أكبر قدر ممكن التنسيق. أيضا لا يخفى عليش هناك راح تكون طبعا كما جرت العادة عندنا احنا هني من النقاط المهمة اللي تكون حاضرة في المباحثات هي مجموعة من القضايا العربية والإسلامية. نعم، واللي تطلب منا أن يكون هناك أكثر تنسيق مشترك وأهداف موحدة. وأيضا في النقاط اللي راح تطرح ومناقشة أوجه التعاون الاقتصادي بين الشقيقتين. نعم، مناقشة وضع خطة وتصور لترسيخ العلاقات التجارية ونحو مزيد من الوحدة الاقتصادية. نعم، وإزالة كافة القيود والتبعات. نعم، يعني ملفات ساخنة سوف تطرح اليوم بإذن الله، هو بإذن ملف الله أمني وملف اقتصادي وملف القضايا والاقتصادي وملف القضايا. نعم، أيضا. نعم، وبعض القضايا العربية منها أكيد الملف السوري والفلسطيني والعراقي. بالضبط. فإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. بس سعادة النائب، بما أن أنت عضو لجنة الصداقة البحرينية السعودية، حبيت أسألك عن دور لجنة الصداقة في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين البحريني والسعودي على الصعيد التشريعي والبرلماني.
يعني هل سوف نشهد عمل ملفات أو تشريعات مشتركة بين البلدين؟ لا أكيد طبعا، يعني لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية تعتبر يعني من أهم لجان الصداقة في المجلس الوطني، مو فقط في مجلس النواب، وأكثرها فاعلية، وهالشيء من يرجع إلى أهميتها التي تكتسبها من العلاقة الأخوية مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. هي لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة تقوم بدور كبير طبعا في تعزيز العلاقات الثنائية بيننا وبين المملكة العربية السعودية، وترسيخ الصداقة القوية اللي تربطنا مع الجار الأهم اللي تعمل عليها هاي اللجنة من تبادل الخبرات مثل ما قلت لكم قبل، التشريعية والرقابية والبرلمانية. هاي اللجان يعني تقوم دائما بتبادل الزيارات البرلمانية، خصوصا لجنة الصداقة السعودية. نعم. وهاي الزيارة اللي الحين صايرة هي تتويج لهاي الجهود المبذولة ولله الحمد. نعم. وهاي اللجنة يعني فيها أشياء ثانية تقوم فيها، منها أيضا تبادل التقارير والدراسات والمعلومات البرلمانية. رجعنا إلى البحوث والدراسات. وبشكل عام يعني اللجنة هاي تعمل على زيادة مجالات التعاون البرلماني والسياسي والاقتصادي والثقافي أيضا والاجتماعي بين الشقيقتين. نعم. هذه اللجنة دورها عدد أيضا أكيد العلاقات الجانب الرسمي ما بين المجلسين. طبعا هاي بلا شك فيه. يعني لو رجعنا يعني لتصريح رئيس مجلس الشورى السعودي معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، يعني نشوف انه اكد معالي ان هاي الزياره تاتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، طبعا أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية وتقوية أواصر الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين. طبعا هذا لا شك فيه. يعني أكيد إحنا يعني قلوبنا مفتوحة لكل أشقائنا، فما بالك بأشقائنا من المملكة العربية السعودية. وإن شاء الله نعم إن شاء الله تكون دائما هاللقاءات لقاءات مثمرة لما فيه خير البلدين والشعبين. سعادة النائب غازي الله يرحمه عضو مجلس النواب عضو لجنة الصداقة البحرينية السعودية، شكرا لتواجدك معنا. شكرا لكم. أهلا وسهلا.